للمتابعة مشاهدينا، تنضم إلينا شبكة مراسلي الغد من القدس المحتلة أحمد البوديري، ومن رام الله ضياء حوشية، ومن أم الفحم إيمان جبور. أبدأ معك أحمد البوديري من القدس المحتلة. قبل يوم من الانتخابات الثالثة في أقل من عام وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، هل ستغير هذه الانتخابات شيئاً؟ ابدا لم يتغير شيء لغايه الان. حسب استطلاعات الراي ما زال هنالك يعني اقتراب حسب الاستطلاعات لعدد المقاعد في الكنيسة بين الحزبين الكبيرين، حزب ازرق ابيض وحزب الليكود. في بعض الاستطلاعات هما يحصلان على نفس النتيجه 34 34، في بعض الاستطلاعات يتفوق حزب ازرق ابيض، ولكن في نهايه المطاف هذه الاستطلاعات تشير الى انه لا يوجد هنالك حزب في اسرائيل يستطيع ان يقوم بتشكيل ائتلاف حكومي بمفرده، وبالتالي عليه ان يدخل في تحالفات. حتى هذه التحالفات لا يمكن لغاية الآن حسب الأرقام التي بين أيدينا في استطلاعات الرأي أن تشكل ائتلافا حكوميا. هل نحن بصدد انتخابات رابعة؟ هذا ما زال على الطاولة، ولكن ليبرمان ما زال هو بيضة القبان الذي في حال اختار أن يتحالف مع ما يسمى بالمركز يسار وهو متمثلا بحزب أزرق أبيض، أو أراد أن يتحالف مع اليمين ومضاف إليه الأحزاب الحرديم اليهود المتدينين، يمكن أن يكون هنالك ائتلاف حكومي. ولكن المعركة الانتخابية الآن هي تتعلق بالأشخاص. بنيامين نتنياهو يتهم بيني غانتس حزب أزرق أبيض بأنه ضعيف، أنه جنرال ولكنه ضعيف. بيني غانتس يقول نتنياهو فاسد، لا يمكن له أن يكون الرجل المناسب لتولي الحكومة. الذي تحاول الأحزاب الإسرائيلية فعله خلال هذه الساعات وتحديدا بدءا من نهار الغد هو الحصول على أعلى عدد من المقاعد. فلو حصل بنيامين نتنياهو أو بني غانتس على عدد أكبر من المقاعد، ذلك سوف يؤهله لبدء المشاورات لتشكيل ائتلاف حكومي، وذلك يمكن أن يشكل فارقا قليلا في المداولة السياسية الإسرائيلية، ولكن حازم لا تغيير لغاية الآن. وهذا ما ستجيب عنه الساعات المقبلة. ابقى معنا أحمد البوديري، وننتقل إلى رام الله، ومن هناك ضياء حوشية. ضياء، الفلسطينيون كيف ينظرون لهذه الانتخابات، وهل يعولون عليها وعلى نتائجها؟ نعم، يعني لربما نقسم ذلك حازم إلى قسمين. الشارع الفلسطيني هنا لا يكترث كثيرا في هذه الانتخابات الإسرائيلية، ويقول بأن ما يجري هما أو من سيفوز في هذه الانتخابات هما وجهان لعملة واحدة، بمعنى أن سياسة الضم والتوسع والإجراءات العنصرية ستستمر إن كان فاز الليكود أو فاز حزب أزرق أبيض. ولذلك الشارع الفلسطيني لا يكترث بشكل مطلق. لكن الرئاسة الفلسطينية كانت يوم أمس وعند ساعات المساء أصدرت بيانا قالت فيه أنها يعني تأمل أن يتم أو يتغير المشهد السياسي في إسرائيل، ولربما هذا التعويل على فوز أزرق أبيض أو بني غانتس في الانتخابات على أمل أن تتغير السياسة الإسرائيلية. ولكن أيضا ما قاله نتنياهو صبيحة هذا اليوم من خلال تصريحات لإحدى الإذاعات الإسرائيلية، قال بأنه في اليوم التالي من انتخابه سيقوم بضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، بمعنى أن أيضا الكابوس لربما يعني الذي تخشاه السلطة الفلسطينية أن يعود نتنياهو مرة أخرى إلى الحكم ويقوم بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في صفقة القرن مع الإدارة الأمريكية، وهذا ربما ما يشكل لهم كابوسا كبيرا جدا بأن الأمور ستتدهور ولن يكون هناك يعني أي مجال للحديث السلمي مع الإسرائيليين إذا ما فاز نتنياهو. هذا ما تخشاه الرئاسة الفلسطينية. ابقى معنا ضياء حوشية مراسل غد من رام الله، وأنتقل بكم مشاهدينا إلى أم الفحم، ومعنا من هناك إيمان جبور. إيمان، الداخل الفلسطيني كيف يتابع هذه الانتخابات والاستعداد أيضا للمشاركة فيها؟ نعم، المفارقة هنا في الشارع العربي أو الفلسطيني داخل إسرائيل هي أن هذه الانتخابات، ثالث معركة انتخابية خلال عام، هي الأكثر حماسية من حيث الأجواء التي نراها. وكما ذكر زميل أحمد، جل الدعاية الانتخابية تحدث في الحيز الافتراضي، والنقاشات هناك ساخنة جداً عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الآن الحديث عن المجتمع العربي يتعلق أساساً، العامل الأساسي بنسبة التصويت. نسبة التصويت هي أهم عامل في هذه الانتخابات. تحدث الزميل أحمد عن أن الصورة في المجتمع اليهودي لم تتغير حتى الآن في الاستطلاعات، لكن في المجتمع العربي تغيرت، وهو ما يشير إلى أهمية نسبة التصويت في المعسكرات المختلفة ومنها أيضاً في المجتمع العربي. هذا الانطباع عن الأجواء الحماسية في الشارع العربي نراه أيضاً في الاستطلاعات التي
أشارت إلى زيادة طيب. مضطردة في نسبة إيمان تحركات القائمة العربية المشتركة حتى وصلت إلى 67%. نعم نعم إيمان، تحركات القائمة العربية المشتركة في الداخل، هل من تحالفات لإسقاط نتنياهو؟ حاليا القائمة العربية المشتركة تقول بأن هدفها الأساس هو إسقاط نتنياهو، لكنها لم تعلن حتى الآن إذا كانت ستوصي على غانتس رئيس حزب أزرق أبيض لدى الرئيس ليرأس الحكومة أم لا. أصلا هو نزع الشرعية عنها وقال أنه لن يتحالف مع القائمة المشتركة ولن يقبل دعمها من الخارج ولن يقبل بأي صورة أن تكون جزءا من الحكم. وبالتالي القائمة المشتركة قالت بأن أهم هدف الآن هو الحصول على 16 مقعد مما سيمنع نتنياهو من أن يكون رئيسا للحكومة دون أن تعلن بشكل واضح وصريح إن كانت ستوصي على غانتس أم لا. ولكن في هذه المعركة الانتخابية يجب الإشارة بأن أيضا نتنياهو الذي حرض على العرب خلال الحملات الانتخابية السابقة هذه المرة حاول استدراج أصوات العرب، وهو ما يدل على أهمية خفض نسبة التصويت في المجتمع العربي لكي لا يخسر سدة الحكم مرة أخرى. فقد نزع الشرعية عن القائمة المشتركة عن قيادة المجتمع العربي، ولكنه حاول استدراج أصوات العرب في الشارع. من أم الفحم إيمان جبور، شكرا لك، والشكر موصول لضياء حوشية مراسل الغد في رام الله، وأحمد البوديري من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لكم.